السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك ممكن تختم القرآن في قد ايه؟ أو ممكن أختمه مثلا في أسبوع، في 10 أيام، طب في 3 أيام، ده قراءة، قراءة. طب لو قلت لك إن هناك من ختم القرآن بعد الفجر تسميعا إلى المغرب. عبد الرحمن أو الدكتور عبد الرحمن ولد بالرياض في 1/12/1919، في 18/3/1999. البداية كان ليه محاولات جد قبل بدء الدراسة. البداية الحقيقية مع القرآن كانت مع دخول المدرسة في السنة التمهيدية قبل الابتدائية بمدارس رياض الصالحين الخاصة بالرياض. منهج تحفيظ القرآن مثل التعليم الأزهري عندنا هنا في مصر بيتميز بتقسيم القرآن بحيث يختم الطالب في الصف الثالث الإعدادي، وقد رزقه الله عز وجل بمدرسين مصريين كان اهتمامهم بمخارج الحروف والتكويد كبير جداً. في الصف الثالث الابتدائي التحق بحلقات تحفيظ بأحد المساجد بعد صلاة العصر يوميا، كان بها مدرسين من باكستان، وحيث ختم القرآن معهم. كان بفضل الله ذلك في الصف الأول الإعدادي تقريبا، كان عمره 12 سنة. مع المدرسة ومع مرحلة أو مع دخوله في عدد من المسابقات التابعة لإدارة التعليم بالرياض، انضم إلى حلقات أخرى في الأجازات الصيفية يوميا من الفجر إلى الظهر، تدرب بها مرحلة من جزء يوميا لخمس أجزاء يوميا بفضل الله عز وجل. حفظ متون تحفة الأطفال والجزرية مع الشرح والمراجعة حتى وصل أنه استطاع تسميع القرآن كاملا في يوم واحد من الفجر إلى المغرب على شيخه بجامع الرقحي بالرياض، حيث يقام يوم الهمة في فروع مختلفة، 5 أجزاء و10 أجزاء و15 جزء والقرآن كامل في كل فضل. ده كان عام 1438 الموافق 2016. طب انا سالته لما يعني الشيخ لما كان بيقوم حتى يتوضا كنت بتعمل، قال لي كنت بمشي وانا برضه قاعد اسمع له وهو بيتوضا برضك وانا بسمع له. انا درسته الثانويه بالمملكه العربيه السعوديه وانها بتفوق ببركه الله ثم ببركه القران الكريم. هو الان في الفرقه الثالثه بكليه الصيدله بجامعه القاهره. بعد العوده في مصر استقر في مصر وأكرم الله بإمامة أحد مساجد الحي. أما بالنسبة للإجازات فهو 5 روايات بالرياض، قراءة الإمام عاصم برواية حفص وشعبة ابن كثير، رواية البزي وقنبل ورواية ورش عن نافع عن طريق الشاطبية من عام 2015-2017. درس تحت يد الشيخ فتحي محمد الواحي، وفي مصر إجازة برواية حفص عن عاصم بقصر منفصل من طريق طيبة، وكان ده في 2017 مع الشيخ محمد عبد المعبود. قراءة أصحاب الصلة قالون ابن كثير وابو جعفر عام 2019 على يد الشيخ أحمد مأمون. إجازة قراءة الإمام الكسائي الكوفي برواية أبي حارس ودوري عام 2019 على يد الشيخ سعيد حافظ، ويسعى الآن لتكملة القراءات العشر وحفظ متون الشاطبية. القرآن القرآن القرآن، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن، وأن نرى في الشيخ عبد الرحمن هذه القدوة لأبنائنا ولبناتنا. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.